صاحبي انت طلعت فوق مش راضي ينزلها تعملي فوق عشان خاطري عشان خاطري ابو صلاح في حاجة يوريني اليوتيوب حيواني خلاص خلاص محدش يكلمني محدش يكلمني الله اكبر الله اكبر في ايه يا عم في ايه يا عم مالك مالك في ايه يا ابو صلاح عشان انت حبيبتي حلوة بحبها حلوة انا انت حلوة جدا بس خلاص انا جاي لك يا حبيبة قلبي بص يا جماعة يا لهوي انا عايز ايفون عايز ايفون ولا سامسونج ايفون ولا سامسونج يا لهوي بص يا جماعة انا داخل اشتري دلوقتي تليفون تعالوا معايا سلام تعال خش مساء الخير مساء النور انا بس محتاج دلوقتي تليفون ضروري معلش مكالمة تليفون بس عشان انا جاي من حاجة مش قادر مالك تليفون ايه مكالمة تليفون بس عشان انا بس انا بس, بس 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 شكرا ربنا يخليك انا بكلم بتتكلم يا رب ترد الو ايوه روح توتي ايه انت فين انا اخر الشارع اخر الشارع اه انا لسه جاي جري دلوقتي معلش او حد يكون شافني ما تخافش يا روحي مالك انا عايز اقول لك على حاجه ايه انا بحبك وانا كمان بموت فيكي يا ولا هنتجوز امتى ايه هنتجوز امتى ايه احنا هنتجوز امتى اخر اليوم اخر اليوم اه اتعين التليفون ده لا واحد كده ملوش اي لازمه كده انا خدت منه تليفون اللي انا اكلمك كلمتين كده وامشي اوكي يا روح انا بموت فيك وانت كمان ارن عليك على الرقم ده لا بقولك ده رقم واحد تافه كده انا بس انا هكلمك انا من رقم التاني وانا ثواني يا مين اللي ايه يا عم في ايه مين اللي تافه انا ما كلمتكش انت انا بكلم إيه؟ توتي مش تليفون واحد تافه لا مش ليك انت انا في واحد تليفون هي خدت التليفون لواحد تافه انت خدت الكلام على نفسك يعني ليه يعني انتوا الاثنين انت... بتتكلموا من ارقام غريبه وسبحان الله الارقام عارفه بعض يعني ما هي بتقول لي هي جاي انا مش ده محل موبايلات انا بعد وقت ان داخل هنا لا مخلل يا عم مخلل انا ماشي بس انا توتي جايه دلوقتي هتشتري منك بس تليفون فمعلش عشان انا مش معايا فلوس فانت عامل رينج بس على 5000 جنيه بس تمام. بس كده عشان هي داخله دلوقتي داخله علينا ماشي 5000 جنيه ولا انت لا هي جايه هي جايه بس هات لي تليفون 5000 جنيه معلش خاطري حاضر ماشي عشان انت فاهم بقى جواز بقى وشغلنا كده الخطوبه خلاص انت على فكره انت غشيم ما بحبش الغشامه لا دي احلى حاجه ماشي توتي حياتي قلبي من عيني تعالي قلبي يا ناس بموت فيك يا لهوي ويت اختاري يا حلو ايه ثانيه واحده سيبها تخش اتفضلي ارسي يا روحي تعالى بص كده ايه تمام جميله ايه دي مش فاهم لا ما فيش اي عايز ايفون ولا سامسونج ايفون لا بالوضع ده انت تشتري لها المحل 5000 جنيه بس انت نيتي عايز 30000 30000 ايه وتشافني معايا فلوس عشان خاطري هات حاجه ب 30000 جنيه اي حاجه خاينه انت خاينه ويت انت خاينه يا لهوي اوه يا لهوي اوه بيضربوا بعض في بطني هم مين دول اصحابي مين اللي عملها فيك طيب يا مين اليوتيوب خلاص خلاص محدش يكلمني محدش يكلمني الله اكبر الله اكبر في ايه يا عم في ايه يا عم مالك يا مالك في ايه فيك حاجه فوق كده مالك في ايه بس مالك اصل هما الاثنين هما ثلاثة ولا اثنين احنا كنا كده وبقينا كده ينفع كده يرضيك كده ينفع كده ما فاهم يا توتي هات حاجه ب 5000 جنيه بسرعه عشان خاطري عايز ايه بقول لك ايه ايه انا لسه فاتح ولسه رافع بابها لسه ايه لسه رافع بابها ايه لسه رافع بابها ده تعبانين وانا كمان تعبانه هي كمان تعبانه طب لو ما تنزل اخدها لا لا ده مكان اكل عيش شاف ما اسمع مكان بقى. اكل عيش هي تطلع فوق ليه وانت قاعد وانت لا مؤاخذه طلعتها ليه هي اللي طلعت دخلت قدامك وانت ما كلمتهاش سيب توتي فوق بقى يلا اسيب توتي فوق سيب توتي فوق يلا توتي حياتي من عيني اطلع بره عايزه بوسه تعالى هقول لك مش هكلمك يا عم اطلع بس يا قلبي حياتي ايه يا عم في ايه يا عم انت بتكلمني كده ليه يا عم انت راجل انسان مش محترم انا هكلم لك يا عم انت هو ده هو الواد ده مالك مالك هو ده مزعل عمل ايه مزعل عمل ايه واحده هو ده ماله عمل ايه يا لهوي الواد ده مش كويس عمل لك ايه بس
صاحبتي طلعت فوق مش راضي ينزلها. تعمل ايه فوق؟ عشان خاطري، عشان خاطري ابو صلاح. في حد معاه فوق؟ تقليل ادب. قال لي طلعت وما طلعتش. في حد طلع ولا هو لا يا عم ده مجنون. في مخبيها فوق يا توتي. ايوه يا روحي. شفت؟ لا 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 يا لهوي. لا 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 انا مش ملبوس. امال ايه؟ مش يميز. طيب مشكلتك ايه؟ دلوقتي دلوقتي شغل في المحل. حبيبتي حبيبتي جت تمام عايزه تسلم تليفون. تمام. انا انت عارف انت الشغل الشباب اليومين دول تمام. يعني تمام. انا تمام. انا بطوقه. هي عايزه حاجه فرنجي 5000 جنيه. تمام. عايزه ايفون. لا هي عايزه سامسونج. ايفون عشان مين اللي بيتكلم؟ اسكت. ايه مين اللي بيتكلم؟ انا. لا هي هي عنده مشاكل كتير. يا لهوي كتير قوي. لا ده اه وبعدين مجنون هو برضو؟ اه بجد والله عايز يتعالج. هو اللي عايز يتعالج. اسمه ايه؟ هو اللي عايز يتعالج. هو عايز يتعالج. سيبك من اسمه. هو شكله اصلا عامل ازاي؟ طب هو الراجل برضو اكيد تعب معاك. هو اصلا تعبان. يعني انا اول ما داخل بيقول لي انت بتكلم مين؟ ينفع حد يقول لك انت بتكلم مين؟ بس انا ما ينفعش نضرب العمل عندنا. ما ينفعش. انت ما تبصليش كده. عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. هو راجل مش الراجل دوت. انا جايب واحد مدير عشان هو ايه يعني يشوف ما بيننا احنا الاثنين الكلام. انا هحل له المشكله. هاخده واحل له مشاكل بتاعته. هحل له مشاكل والله. ابو صلاح عشان هو مجنون. عاوز ايه طيب؟ خد رقم حبيبتي. بص على اخر رقم. بص على اخر رقم. مش انت قفلت في وشها؟ انا جيت له على النار وقلت له عايز رقم تليفون. انا خدت التليفون ده اتصلت بتوتي. تمام. اول ما اتصلت بتوتي بعد اذنك ابو صلاح يمسح الرقم. يا ابو صلاح عشان انت حبيبتي. حلوه. بحبها. حلوه. انت حلوه جدا. بس خلاص سيب الرقم. طب خليها تنزل. هنزلها لك. هعالجها لك انا بجد. هعالج مين يا ابو صلاح؟ حلوه بس. ايه حلوه زي القمر بجد والله. خلي الرقم معايا. ما تمسحوش. تعالى. طب يا بيه. لا 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 عيب. لا بس هو ما ينفعش اللي هو بيعمل السياله. بعدين هنشوف الموضوع دوت. هنشوف الموضوع. لو طلع لها انا هزعل يا ابو صلاح. لا انا لو طلع لها هزعل يا ابو صلاح. اطلع انا خلاص. لو طلع لها هزعل يا ابو صلاح. اطلع. مع السلامه يا توتي. يا عم انا جاي لك يا حبيبه قلبي. يا ويلك يا توتي.